وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. واضح للجميع أن كل شيء كبير يبدأ من مكان ما صغيرا، مهما كان الشيء الذي تراه بعينيك أو تسمع عنه بأذنيك كبيرا، فإن البداية لم تكن كذلك. سنة الله جارية في هذه الحياة، أن البحار تبدأ من قطرة، والجبال من ذرة، وهذا الإنسان الذي يتشكل جسمه من مليارات الخلايا من نطفة، وكما أيضا أنشطة الإنسان وما يصنعه الناس أيضا هي تبدأ صغيرة ثم تصبح كبيرة. حينما تبني بناية من عشرات الطوابق، فإن البداية هي عبارة عن أحجار توضع في الأساس، ثم يبنى عليها الطابق الأول ثم الثاني ثم الثالث، إلى أن تصبح البناية ناطحة سحاب. وكما في القضايا المادية، كذلك فيما يرتبط بعلاقات الناس بعضهم ببعض، والتغيير الذي قد يحدث في حياة الإنسان. يعني لو نظرنا اليوم إلى عدد المسلمين في العالم، فإنه يتجاوز 1,700,000,000 إنسان، لكن البدايات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وإلى جنبه خديجة وهي امرأة، وإلى الجنب الآخر علي سلام الله عليه وكان عمره 10 سنوات. يعني الصلوات الأولى التي أقيمت بإمامة النبي كان فيها 3 أشخاص فقط: النبي إماما، وخديجة والإمام علي سلام الله عليهم أجمعين يأتمون به. وكان النبي حينما صدع بالأمر يتلو بعض الآيات القرآنية، لم يكن القرآن كله قد نزل، ولا طبع القرآن وانتشر بين أيدي الناس، بينما اليوم نجد أكثر من 80 إذاعة قرآن في العالم تتلو آيات الكتاب آناء الليل وأطراف النهار. وكان في فترة معينة من الزمن عدد المسلمين قليل، بحيث كان يقال فلان ربع الأمة وفلان ثلث الأمة، يعني 4 أشخاص، فكل واحد من عندهم كان يمثل ربع الأمة الإسلامية. حتى بالنسبة للأنبياء الذين سبقوا، النبي آدم خليفة الله في أرضه، أمته كانت عبارة عن زوجته حواء، يعني نبي عظيم يمثل رب العالمين في الحياة، هو وياه واحد مو أكثر. النبي عيسى حينما رفعه الله إليه وأنقذه من الصليب كان عمره 32 سنة، ودعش من الحواريين، يعني لم يترك ملايين من الناس خلفه،
إنما 11 من الحواريين. اليوم 2000 مليون إنسان، يعني مليارين من البشر يصنفون على أساس أنهم مسيحيون. فبدايات الأمم هي صغيرة وقليلة، بدايات التغيير ربما تكون الدعوة يطلقها أحدهم على مجموعة بسيطة من الناس. وكذلك الأمر فيما يرتبط بالإصلاح في الأمم وأيضا الإفساد في الأمم، بدايات الفساد كبدايات الصلاح هي عادة بسيطة. حتى الحروب الكبرى تجد حينما تنبش في كتب التاريخ أن البداية كانت مثلا عبارة نابية من شخص ما، من مسؤول ما في هذا الطرف على طرف آخر، ثم الكلمات زادت، ومن ثم الصراع تحول إلى صراع سياسي، ثم صراع عسكري، ثم حرب طاحنة بين مجموعة من الأقوام والأمم. ومن هنا فمن يريد الإصلاح لنفسه أو للناس لابد أن يهتم بتلك الأمور الصغيرة التي تؤدي إلى الصلاح، وأن يتجنب تلك الأمور الصغيرة التي تؤدي إلى الفساد. يقولون أن هنديا قال لأحد البريطانيين: كيف استطعتم أن تستعمروا بلادنا قرون عديدة؟ بريطانيا عبارة عن شبه جزيرة في أوروبا، الهند كان يقال عنها شبه قارة، في الحقيقة كانت قارة لكن ما صنفت كقارة، كانت تشمل الهند الموجودة الآن وبنغلاديش وباكستان. فكيف أنتم البريطانيين قدرتوا تستعمرون عدة قرون وعددنا أكثر من عدكم، وأراضينا أكثر من أراضيكم، وزراعتنا أكثر من زراعتكم، وكنوزنا أكثر من كنوزكم، وتاريخنا أطول من تاريخكم؟ بريطاني ضرب له مثال، قال له: أنتوا عندكم سيول؟ قال: طبعا. قال: هاي السيول استثناء أم قاعدة؟ يعني دائما عندكم سيول؟ قال: طبعا، كل سنة عندنا سيول، تسمعون في الأخبار. قالوا: هذه السيول تدمر بيوت، تقضي على أرواح؟ قال: نعم. قال: كل عام؟ قال: لا. قال: شو تسوون إذا جاءكم السيل؟ شو تسوون؟ قال: إذا حدث السيل إحنا كلنا نتجمع ونعمل تعبئة ونحاول نقف أمام هذه السيول حتى لا تدمر كثيرا من البيوت وتزهق الأرواح. قال: لو كل سنة تتكرر هاي السيول؟ قال: لا. قال: شوف، لو إحنا جانا مرة واحدة سيل، نروح ندور تلك الحفر الصغيرة الموجودة في التلال والجبال اللي تتراكم عليها الثلوج في أيام الشتاء، ثم في أيام الصيف بفعل أشعة الشمس الحارة تتحول إلى مياه تنطلق من أعالي الجبال وتيجي جوة، مرة واحدة تسوي هذه السيول. إحنا نروح وراء تلك الحفر الصغيرة ونعبيها. في قضية الإصلاح وفي قضية الإفساد ماكو فرق. فتنة كبيرة تقع ما بين بعض الأمم تشوف بداياتها قضية صغيرة، وكذلك صلاح أمة بداياتها صغيرة. ومن الأمور التي ربنا عز وجل طالبنا وأمرنا بأن نهتم بها ما يرتبط باللسان، ما يرتبط بالجوارح، جوارح إنسان واحد. الأمة المؤمنة أمة طاهرة في لسانها. المؤمن اللي لسانه طاهر، إيده طاهرة، رجله طاهرة، أعضاء طاهرة، لا يقوم بأمور فاسدة، أمور حرمها الله عز وجل. أكو بعض الأفراد تشوف السب والشتم دائما على طرف لسانه، كلمة وكلمتين سب شتيمة. أكو بعض الناس أبدا حتى بالنسبة إلى عدوه يحترم عدوه، يتكلم وياه بكل احترام، وحتى لو يدخل وياه في حرب مع ذلك لسانه يبقى طاهر. هل أنتم عدكم في تاريخ نبينا اللي خاض أكثر من 70 حرب وغزوة
حرب فيها قتل فيها دمار فيها إراقة الدم، لكن النبي كان يسبهم يشتمهم؟ لا، يقال أنه مرة واحدة النبي قال يا أبناء القرادة والخنازير لبعض اليهود، فقال اليهودي الذي سمع هذا الكلام قال يا محمد ما كنت لعانا، أنت ما كنت تشتم. يقولون النبي خجل حتى سقط الرداء من على كتفيه. هذا الشيء الوحيد اللي احنا سامعين من رسول الله، مع أنه كان صحيح. أبناء القردة والخنازير الذين حولهم الله إلى قردة وخنازير عقابا على ما ارتكبوها من المحرمات، لكن شتيمة كذا كل احترام، مع أنه حرب. هل سمعتم أن الإمام الحسين سلام الله عليه يشتم في كربلاء وقد فعلوا به ما فعلوا؟ شتيمة سبيبة. بعض الناس حتى في الكلام العادي يتكلم ويا صاحبه يقول والله يا ملعون انت شقد ذكي. ما ملعون انت ذكي، هم ملعون وهم ذكي. يا ابن الحرام والله قضيتك شقد حلوة، هم ابن الحرام وهم قضيتك حلوة. متعود على هالكلام، متعود على الشتيمة، لسانك لازم يكون طاهر. شوف ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين فيخاطبهم، بعدين ما يقول يا أيها الذين آمنوا لا مثلا فلان شيل تسوون، يا أيها الذين آمنوا لا تسخروا، ما يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. هو ده يعلمهم التربية، ده يعلمهم الأدب، فهو يستخدم أدب وياهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، المقصود هم، لكن الخطاب بأدب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى شيئا من بعض أصحابه أو سمع شيئا من بعض أصحابه ما كان يعجبه، ما كان صحيح من عندهم، صعد المنبر قال سمعت أن أقواما فعلوا كذا وكذا، ما يقول أنتم، مباشرة ما يشتمه، مباشرة ما يعاقبه، مباشرة ما يلومه. ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ليش؟ سخرية يعني استهزاء. احنا عندنا شيء اسمه استهزاء، سخرية. عندنا شيء اسمه لمز، عندنا شيء اسمه همز، عندنا شيء اسمه تنابز باللقب. السخرية لا تأتي إلا من شخص يرى نفسه كبيراً متكبر ويرى الطرف الآخر حقيراً فيستهزئ به. أنت تحترم في الواحد ما تستهزئ به، تشوفه كبير، لكن تستهزئ به من؟ واحد اللي تشوفه حقير. فأولاً أنت صرت متكبر البعيد، ثانياً حقرت الطرف الآخر، ثم استهزأت به. لا يسخر قوم من قوم. احنا في مجموع الاشياء اللي كل انسان عنده يساوي غيره، ما عندنا واحد الله مطيه اكثر من غيره او اقل من غيره، ما في هذا الشيء. يعني مثلا لو ان الله اعطى لاحدهم جمال وجسم رشيق، واحد ثاني لا، قصير القامه، عيونه مو حلوه، وجهه مو حلو، لكن لما تيجي تحسب كل ما هذا وعنده وذاك عنده تشوف متساويين. ذاك عنده طول فاره ورشاقة وجمال في الوجه، لكن هذا عنده فلوس مثلا، هذا ذكاء أكثر. الله ما ياخذ نعمة من أحد إلا ويعوضه. أحيانا ترى أن أحدهم يأتي إلى هذه الدنيا أعمى، لكن تشوف ذكاء كلش خارق، فالذكاء عجيب عنده، سمع قوي، كلمات تسمعها من بعيد يميز ما بين الكلمات. كان عندنا واحد صديق في كربلاء في أيام الطفولة، صغر كبرنا وياه، هذا كان بصير حسب تعبيرنا، كان أعمى لا يرى، لكن كان عنده صفتين. الصفة الأولى كان مصلح الساعات، ساعات كل ما تصير خراب يطوق إليه ويصلحها، ما يقدر يشوف، بس ذكاء بيده، بقولته كان يقول أنا أشوف بأصابع إيدي، ما يحتاج العيون حتى أشوف، بأصابع إيدي دا أشوف. الله ما أخذ من عنده شيء، ما أعطي شيء ثاني. الأمر الآخر كان يعرف الوقت. أنا أتذكر دخلت في صحن الإمام الحسين سلام الله عليه وفي ساعة، والساعة كانت ساعة دقيقة جدا،
فقلت له ساعة كم؟ مثلا الآن ساعة 12 ونص، هو قال ساعة 12 ونص خمس دقائق، قلت له لا ساعة 12 ونص، قال لا ساعة 12، عفوا قلت له ساعة 12 ونص، قال لي لا ساعة 12 ونص خمس دقائق، قلت له هاي الساعة غلط، قال هاي الساعة غلط، هاي الساعة غلط، بعدين اكتشفت الساعة واقفة، تلك اللحظة كانت واقفة. الله ياخذ شيء يعطي شيء، ففي المجموع ماكو فرد واحد أقل من عندكم في المجموع. شخص ما رب العالمين لا يعطي جمال ولا يعطي ذكاء ولا، لكنه مليونير مطيمة، تتعجب هذا شلون صاير هالقد مليونير وذكاء ما عنده، ما عنده، بس الله مطيم. في المجموع أخذ لك ورقة وقلم اكتب إذا عندك أنت أشياء أكثر من غيرك، شوف ذاك غيرك أكو عنده أشياء أحسن من عندك. فبناء على ذلك، على أي أساس واحد يسخر من إنسان ثاني، يستهزئ به، يراه حقيرا، يعتبر نفسه كبيرا، على أي أساس؟ ليش؟ ثم أن الكبر والتكبر من الموبقات، من المهلكات. قضية التكبر وأن ترى نفسك كبير، أول ما عصي به الله الكبر، لأن إبليس رأى نفسه أكبر من آدم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أكبر من عنده، أنا خير من، أنا أحسن من عنده. يعني اللي يصير عنده كبر ويحقر غيره تساوى مع إبليس، يريد لو ما يريد، صار في صف، في هالقضية صار في صف. ثم إن الاستهزاء بالآخرين والتكبر على الآخرين إذا انتشر في قوم على قوم صارت العنصرية، هاي العنصرية التي يعاني منها البشر اليوم، وعانت البشرية منها في السابق وستعاني منها في المستقبل، وسبب كثير من الظلم والطغيان والعدوان والحروب والاقتتال وإراقة الدماء، هذه العنصرية هي عبارة عن أن قوما يرون أنفسهم خيرا من قوم آخر. من صفات رب العالمين أنه ما عنده أولاد، ما عنده زوجة، اللي عنده أولاد الولد مقرب إلى أكثر من بقية الناس، ويخلق الناس متساوين، الناس سواسية كأسنان المشط كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنت ابن الله وبقية الناس الله خالقهم مخلوقين إلا وأنت ابن، لا، ماكو عندنا أولاد لله، ماكو قوم هم أبناء الله ورب العالمين خلق الآخرين من أجلهم، لكن خلقهم بشكلهم حتى يستنسون بهم، بس يتخذونهم عبيدا، ما عندنا هذا الشيء. لا رب العالمين عند زوجة، ومن ثم تكون امرأة أقرب إليه من امرأة أخرى، ولا عند ولد حتى يكون إنسان أقرب إليه من بقية الناس. الله هو الخالق والجميع مخلوقين إليه، بالنسبة إليه كلهم مخلوقين. لا يسخر قوم من قوم، هذا السخرية. عندنا قضية اللمز، اللمز بالكلام، وقيل أن اللمز حينما يكون في حضور الشخص، يعني يهين بلسانه، الهمز إما باللسان في غيبته أو بالإشارة. فرد واحد دخل هنا شوية قصير، تأشر لصاحبك، ويل لكل همزة لمزة، ويل، أشرت عليه. خطيئة إذا يمشي عنده عرج في رجله، إيش كده تسوي له؟ أشر عليه، هذا هو الهمز، هذا حرام. ويل، ويل اسم واد في جهنم، سأل الله عز وجل أن يتنفس فرفع الله عنه الغطاء فضجت جهنم من حرارته، هذا ويل. ويل لكل همزة لمزة، شنو قضية بسيطة؟ تحقر إنسان ثاني، تسقط إنسان ثاني. لا يسخر قوم من قوم، ومباشرة رب العالمين يقول ولا نساء من نساء. أولا قوم وقوم، من يقول ذاك مو أحسن من عندك؟ شلون تقدر تعرف؟ الله عنده ميزان، الله هو الذي يضع الموازين القسط، فالميزان الصحيح مو ما يضعه الناس، هذا عنده مال إذن عظيم، وذاك ما عنده مال إذن حقير، هذا ما يمشي عند الله، في الكون ما يمشي، إنما
ميزان الله التقوى. التقوى في القلب، ما حد يقدر يشوف التقوى. على أي أساس أنت تحقره؟ لعله عند الله إنسان عظيم. عندك مو عظيم، لكن عند رب العالمين عظيم. في حديث لطيف، وكل الأحاديث طبعا لطيفة، يقول رب أشعث أغبر ذو طمرين. فرد واحد شكله فرد شكل مو مرتب، شعره مثلا مجعد، وعنده طمرين، يعني عنده فد شيء مخليه على كتفه، وفد أوزار لابسه، ما لابس ملابس كشخة، ما جايب لك موديلات من فرنسا. رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم الله لبره. إذا طلب من الله شيء وأقسم على الله، الله يبر قسمه. ورب عظيم يتمنى الناس التقرب إليه لا يزن جناح بعوضة. إذا الله بقى جناح بعوضة ما يسوى، بس عند الناس يعتبروه عظيم. أنت اللي ما تعرف الناس وما تعرف ما في قلوبهم، إذا عسى أن يكونوا خيرا منهم، ممكن هذا أحسن من عندك في ميزان الله وفي ميزان التاريخ وفي المستقبل، أحسن من عندك أو أحسن من هذا القوم. في حديث أيضا، من عير مؤمنا بشيء لا يموت حتى يركبه. هسه فرد عمل، فرد خطيئة، فرد خطأ ارتكبه صاحبه، قام يعيره يشهر به أن فلان سوى فلان شيء، يقول هذا ما يموت إلا هو راح يسوي هذا الشيء، والناس راح يعيره. في حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث جميل جدا، لا يكون المؤمن عاقلا، ما يعتبر عاقل، إيمان عنده بس عقل ما عنده، حتى لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى. أي إنسان يشوفه بالشارع يقول هذا أحسن من عندي، أي إنسان. إنما الناس رجلان، بعدين النبي يوضح هذا اللي أنت شايفه بالشارع أحد أمرين، فرجل خير منه وأتقى، وآخر هو شر منه وأدنى. اللي يمشون بالشوارع ما أحسن من عندك أو لا أنزل من عندك، أدنى من عندك، أنت أحسن من عنده. فإذا رأى من هو خير منه وأتقى تواضع له حتى يلحق به، يتواضع حتى يصير مثله، يتعلم من عنده. وإذا لقي الذي هو شر منه وأدنى قال عسى خير هذا باطن وشره ظاهر. هذا اللي أنا أشوفه أسوأ من عندي، وتقواه أقل من عندي، صفات الأخلاقية أقل من عندي، لعل الشر ظاهر بس التقوى ماله مستتر. قال عسى خير هذا باطن وشره ظاهر، وعسى أن يختم له بخير، ممكن هذا عاقبته أحسن من عندي، فأنا ما يجوز لي أحقره. فإذا فعل ذلك، يعني ما شاف أحد إلا قال هذا أحسن من عندي، سواء في ظاهره أتقى وأحسن أو في ظاهره شر وأدنى، فإذا فعل ذلك فقد علا مجده وساد أهل زمانه، هذا يصير سيد. ليش؟ لأنه كما ذكرنا في ليلة، العظيم هو من تشعر في حضوره أنك عظيم، مو تشعر في حضوره هو عظيم. العظيم من يعظم الناس، الكبير من يكبر الناس، المحترم بين الناس من يحترم الناس، هذا هو القانون الحقيقي في البشر. ولا نساء من نساء، زين لازم نذكر النساء ما دام رب العالمين قال لا يسخر قوم من قوم، بعد ما يحتاج ولا نساء من نساء، ليش رب العالمين هنا جاب النسوان؟ لسببين. السبب الأول أن القوم بشكل عام يعني الرجال، الرجال قوامون على النساء، فإذا قيل قوم يعني الرجال القوم، ولذلك لا بد من إفراد النساء. الأمر الثاني في القضايا المهمة، رب العالمين يفرد للنساء فرد عبارة خاصة، لا يسخر قوم من قوم. لا تجي امرأة تقول رب العالمين ما تكلم بالنسبة إلنا، ما حكى حول النسوان، حكى عن الرجال وقال قوم، وقوم مذكر مو مؤنث. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السيدة صفية، صفية أصلها يهودية، هي هذه أم المؤمنين
من أمهات المؤمنين الصالحات باعتبار أصلها كان يهودي. يوم من الأيام عائشة عيرتها فقالت لها: يا يهودية بنت اليهود. هذه زعلت تألمت. صحيح كانت يهودية بس أسلمت وحسن إسلامها وزوجة رسول الله ومساوية لها، مساوية لبقية نساء النبي. فجاءت عند رسول الله شاكي، قالت: إن هذه قالت لي ما قالت. فقال لها رسول الله: اذهبي إليها وقولي لها: أبي هارون نبي الله، عمي موسى كليم الله، زوجي محمد رسول الله، فما تنكرين مني؟ شنو عندك أحسن من عندي؟ أنا بنت الأنبياء. كانت من بنات هارون، وعمي نبي، أبوي نبي، زوجي نبي، فما تنكرين مني؟ ولا نساء من نساء، عسى أن يكون خيرا منهن. وقالت أيضا، هذه طبعا احنا ما نريد ننزل قدر أحد، نقول قصص وقعت في التاريخ، ولذلك هذه الآيات كانت تعالج قضايا ترتبط بالنفس الإنسانية سواء عند الرجال أو النساء، وهي قد تقع في التاريخ وقد تقع في بيت رسول الله وعند زوجات رسول الله. دخلت فاطمة على عائشة فقالت لها عائشة، قالت: لا تغتري أو لا يغرنك ثناء النبي لك، إن أمك تزوجها رسول الله ثيبا وتزوجني بكرا. ترى لا يكون النبي يقول فاطمة مني، روحي التي بين جنبي، رضى الله من رضا فاطمة، لا يغرنك ذلك، أميك وحدة ثيبة متزوجة قبل النبي أجل زوجها، بس أنا لا، إنما أنا تزوجني بكرا. فقالت فاطمة لرسول الله، فقال رسول الله: اذهبي إليها وقولي لها: إن أمي تزوجت رسول الله بكرا. النبي كان بكر يوم اللي تزوج أمي، وإنك سبقتك نساء عند رسول الله. النبي يوم اللي تزوجك كان يتزوج كم واحد قبلك، والنبي تزوجها قبل الهجرة بسنتين على كل حال، ولكن ما تزوجها زوجة كاملة إلا بعد المدينة. إذن النبي كان بكر حينما تزوج أمي، ولا نساء من نساء، عسى أن يكون خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم، عجيب، أكو واحد يلمز نفسه، أكو واحد يطنز على نفسه، أكو واحد يحقر نفسه، يقول ولا تلمزوا أنفسكم. هذا له معنيين. المعنى الأول، القرآن يقول إذا دخلتم في بيت فسلموا على أنفسكم، يعني أقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نعم زين. إذا أكو ناس هم أقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما أسلم عليهم؟ لا، أسلم عليهم. يوم اللي تسلم عليهم هم يردون عليك، فإذا سلمت على نفسك. يوم اللي تعمل خير الفرد واحد، أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. تعمل خير بالنسبة إلى أحد يرد عليك خير، فأنت عملت الخير لنفسك. والمعنى الثاني أنه ولا تلمزوا أنفسكم، بمعنى أن المجتمع الإيماني لازم يكون مجتمع الواحد يدافع عن الثاني، يحترم الثاني. أنت يوم اللي تلمز الآخرين أمام الأقوام الأخرى، أمام الأمم الأخرى، الأمة هذه تسقط يوم اللي الناس يشوفون واحد يحكي على الثاني. مثل في عائلة، إذا أنت في عائلة شفت الإخوان يحكون على بعضهم، الأب يحكي على أولاده، البنات يحكون على الأولاد والأولاد على البنات، هاي العائلة كلها تسقط في نظرك كلها. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. إحنا عندنا اسم وعندنا كنية وعندنا لقب. الاسم ما يمكن تغيره، هذا الاسم، شوف الأب شو مسميك، إن شاء الله مسميك اسم حلو، لأنه من حقوق الولد على أبيه أن يحسن اسمه وأن يحسن تربيته وأن يزوجه إذا بلغ. إذا والدك مخلي لك فرد اسم مو حلو، روح غيره. هذا بيدك، وفي العالم كل اليوم يمكن واحد يغير اسمه. أكو بعض الأقوام مع الأسف
كانوا يسمون أولادهم أسماء حلوة، ويوم القيامة هذا الولد يقدر يشتكي على أبوه. أحسب حسابك بالنسبة لأولادك، راح يشتكي على أبوه ويقول يا رب أن هذا سماني اسم مو حلو. أنا قايل في بعض المحاضرات، أتذكر كان في دلافة مخلين في مدينة من المدن في العراق، أحسن أو أفضل الأقمشة الإنجليزية عند الحاج زبالة، اسمه حاج زبالة، بدل اسمك يا أخي. كان يأتي إلى رسول الله بعض الأفراد وأسماءهم جاهلية مو حلوة، النبي كان يغير أسماءهم. من جملة ما فعل رسول الله في مكة والمدينة أن غير أسماء كثيرين من الناس، ما في كلام حوله. عندنا الكنية أبو فلان إذا عنده ولد، وإذا ما عنده ولد كانت العرب وأيضا تكني الأطفال حينما يولدون، من يوم اللي تجي للدنيا يكنوها يعطوها كنية، مثل فاطمة بنت حزام أم البنين، هذه من يوم اللي جت للدنيا سموها أم البنين، مو لأنه وعدها أولاد أربعة، على اسم جدتها أم البنين، كانت جدتها عندها أولاد كانت تكنى باسم البنين، نحن بني، نحن بنو أم البنين الأربعة الضاربون الهام يوم المعمعة وإلى آخره، فسموها منذ البداية أم البنين. هاي كنية، هاي كنية. عندنا اللقب، اللقب الناس عادة يختاروا، فلان واحد يسموه فرد اسم فرد لقب مو حلو، يقول القرآن الكريم ولا تنابزوا بالألقاب. لتجي فرد لقب مو حلو للشخص، ناديه بأحب الأسماء إليه كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تنابز بالألقاب لتسوون زين. فلان في الجاهلية هذا كان له فرد لقب معين، الآن صار مسلم طيب وحباب، لا تسمي من ذاك الاسم السابق. هذه كانت يهودية، لا تقول لها بنت اليهودية، لا تقول هالكلام. فالواحد كان يشرب عرق كان يسموه خمار، بطل من العرق نسميه خمار. كان يلعب قمار قمارتشي، لا تقول فلان القمارتشي، شيء ما يحتاج ما يرتاح إليه ما يجوز لك تسميه. تنابز بالألقاب لتسوون تنابز بين طرفين. يقول أنت إذا لقبت بلقب مو حلو وما لقبك بلقب مو حلو، فإذا بالمجتمع كلها أسماء يتداولوها وألقاب يتداولوها وكنى يتداولوها كلها مو جميلة إلى بعض، لا لازم تختار الكنية التي يرتاح إليها أو اللقب الذي يرتاح إليه. كان ثابت واحد من أصحاب رسول الله، هذا كان ثقيل في سمعه، فكان دائما يجي قدام يقعد صف الأماني حتى يسمع ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم الأيام تأخر، هذا تأخر، إجا قام يقطع الصفوف إلى أن وصل إلى الصف الأول، راد يقطعه راد يوخر واحد، قال تنحى، قال له ليش؟ أجلس حينما انتهى بك المجلس، شكو عندك إلا تروح قدام؟ قال يا ابن فلان، في الجاهلية كانوا يعيرونه بأمه، فجاب اسم أمه يا ابن فلان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب، وبعدين الآية الأخرى وإذا قيل لكم افسحوا تفسحوا فافسحوا، التام توخر شوية قال له لك توخر، عمي هذا رجال ما يسمع عدل خليه يروح، انت ما يجوز تقول له يا ابن فلان، يا ثابت ما لك حق تقول يا ابن فلان. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس اسم الفسوق بعد الإيمان، هذا يعتبر فسق، يعني أن يسخر أحد من أحد، أن يستخدم لقبا لا يرتاح إليه، أن يلمزه بكلامه، أن يهمز إليه بإشارته، هذا فسوق بناء على معنى. معنى آخر لا، يعني سابقا كانت عندكم أسماء تدل على الفسق والفجور، بعد الإيمان لا تستخدموا هذه الأسماء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.